خلينا ننتقل بقى مع حضراتكم بعد كده ونروح نتكلم عن موضوع آخر، لأن إحنا عندنا برضو النهاردة كذا خبر إيجابي جدا وأعتقد كلنا هنسعد بيهم. بس قبل ما ننتقل للأخبار السريعة الحلوة دي، خليني أقول لحضراتكم إن المؤتمر الصحفي امبارح كمان لكارلوس كيراش كان ليه تصريحات فيه مهمة جدا، وهو قال إن هو بيستعد لمواجهة منتخب الجزائر بعد الفوز على السودان بخماسية مقابل لا شيء، وقال أنا بقدم التهنئة للاعب تحديدا حسين فيصل اللي حصل على جائزة رجل المباراة، فهو اسم قادم للمنتخب المصري في الفترة القادمة. وقال كمان الآن علينا الاستعداد للتحدي القادم، نحن نحترم المنتخب الجزائري لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو التركيز على عملنا. وقال كمان هنا إنه من حق كل منتخب يحلم بالفوز باللقب، لكن إحنا كمان بنحلم بده وحنوصل ليه. النهاردة عموما هيكون لينا كلام كتير زي ما حضراتكم عارفين في الفقرة الحوارية، فخلينا ننتظر يعني للتفاصيل في الفقرة الأخيرة.